مرحبا، ممكن أخذ من وقتك دقيقة؟ ركز معي، أنا وأنت بنعرف منيح إنه السوريين كلهم نخوة وشهامة، لهيك لما بيصير في قصف أو انفجار كلهم بيركضوا مشان يساعدوا بنقل الجرحى ويعملوا يلي بيقدروا عليه. بس هون في مشكلة، هل تعلم إنه التجمع بمكان الانفجار أو القصف بيعرقل عمل رجال الدفاع المدني والشرطة وممكن كتير يتسبب بكارثة ثانية؟ لهيك إذا كنت قريب من مكان حدوث قصف أو انفجار في شغلتين كتير مهمين لازم تعرفهم وتحطهم حلقة بإذنك. أولاً لا تقرب من الضحايا قبل ما تاخد التعليمات من الشرطة أو الدفاع المدني، لأنه إذا ما كنت مدرب على كيفية إخراج المصابين من تحت الأنقاض راح تضاعف معاناة المصاب وممكن تسبب له عاهة دائمة لا سمح الله. ثانياً، حاول ما تتجمع مع الناس بمكان القصف أو الانفجار أو حتى بمكان قريب، لأنه هي التجمعات ممكن كتير تكون هدف لقصف تاني. الشرطة والدفاع المدني هن إخواتك وموجودين لخدمتك، نفذ تعليماتهم لأنه هن مدربين بدهم سلامتك وحمايتك. بس هيك ولا تأخذنا إذا طولنا عليك. صحيح لحظة، إذا بدك تعرف أكثر فيك تسأل أقرب مركز دفاع مدني أو مخفر شرطة حرة أو تزور المجلس المحلي بمنطقتك، والله يحمي الجميع.